أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني يبلغ مبلغا بليغا في قلوبهم. تقدم معنا تكلمنا عن أن بعض الناس يتبع المتشابه. في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله كان هناك رجل يفتي بحل الغنى، وهذا يعني كان له شأن وعنده حظ من العلم. يقول هذا الرجل، يقول دخلت على ابن باز رحمه الله والله ما يقيم علي الحجة، يقول يناقشني والله ما يمكن يقيم عليه الحجة، أقضي عليه وأناقشه وأنا الفائز. يقول ظن أن الشيخ ابن باز يناقشه، وهذا عندما دخل يقول أجلسني الشيخ أمامه ركبة مع الركبة، يقول أجلسني أمامه. قطرة الشيخ ابن باز رحمه الله يعني لا مرزاب ولا شيء. يقول أجلسني أمامه ومسك الغترة كذا، يقول يا فلان تضل الأمة، يا فلان اتق الله، يا فلان تحشر وحدك، يا فلان كذا، يذكر وهو هذا قال يا شيخ اتركني أخرج من عندك، والله هذا حبل المشنقة حول عنقي، اتركني أخرج ما أفتي بحل الغنى بعدك. فأعرض عنهم وعظهم، ما قال ناقشهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، مفهوم؟ هؤلاء اللي يتبعون المتشابه وكذا اتركهم، نقاش هؤلاء أحيانا يرفع هؤلاء وينشر الشر، صح ولا؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خرج من عند الشيخ بن باز وما أفتى بحل الغنى. نعم. قال تعالى بعض الناس يرتفع إذا يعني ناقشوا بعض العلماء، خاصة ابن باز رحمه الله. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، سأل الله يجعلني وإياكم منهم، وذكر صفات أهل الإيمان، ثم ذكر صفات أهل الكفر، ثم ذكر صفات أهل النفاق، بين يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أطول شيء في القسم الثالث في أهل النفاق، نسأل العافية والسلامة. نعم، أطول شيء كان عندنا في الشرح. بعد هذا جمع الله سبحانه وتعالى الجميع، الأصناف الثلاثة، بقوله سبحانه وتعالى إيش؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس من مؤمن وكافر ومنافق. هذه الآية في ترتيب القرآن، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، فيها أول نداء. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول فعل أمر في القرآن أعبدوا، أي وحدوا، أمر بالتوحيد. وأول نهي في القرآن في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا، النهي عن الشرك. هذا إذن فيه أهمية التوحيد. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء وأول أمر، أمر بالتوحيد ونداء للتوحيد. يا أيها الناس من مؤمن وكافر منافق، اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. لماذا؟ قال الذي خلقكم، إذا كان هو الخالق لابد أن يفرد بالعبادة،
والذين من قبلكم، يعني لا خالق إلا الله، خلق هؤلاء وخلق كل الخلق، لا خالق إلا الله، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراده بالربوبية، واستدل بهذا على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء مثلاء تجعلون لهم وتصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يفرد بالألوهية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أعظم فساد في الأرض، عندنا فساد حسي وفساد معنوي، أعظم فساد في الأرض ترك تحكيم الشريعة الإسلامية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، المفروض يقولوا من المصلحين، لا، حصروا الإصلاح فيهم. وقلنا لكم نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك، لقي ما لقي، استعمل كل أساليب الدعوة، ذكرهم بالله، ذكرهم بالنعم، وأنهم إذا فعلوا أعطاهم الله سبحانه وتعالى شيئا من الدنيا والآخرة، بالتفكر في مخلوقات الله وما إلى ذلك. ثم في سورة نوح عليه السلام ذكر ما صنع مع قومه، ما أجابوه، ثم دعا الله سبحانه وتعالى رب، صحيح، دعا. وآخر شيء ماذا صنع؟ دعا لنفسه. لماذا؟ قال لأنه ممكن يكون قصر في الدعوة. هذا من؟ هذا نوح عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر عليه الصلاة والسلام ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. المؤمن دائما هكذا، إذا كان هذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما بالك نحن. فهؤلاء يقولوا ما قالوا من المصلحين، حصروا الإصلاح فيهم. إخواننا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في العقيدة الواسطية يكتب معتقد أهل السنة والجماعة، ويجيب هذا السائل من واسط ويقول كذا كذا كذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن كذا. ذكر عندما انتهى من العقيدة ما قال أنا من أهل السنة وأنا الإمام وأنا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، إيش قال؟ قال نسأل الله أن يجعلنا منهم، تبرأ من حوله ومن قوته. وهؤلاء قالوا إنما نحن مصلحون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم فساد في ترك الشرع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت عليك بنفسك وبمن حولك بالذي تقدر عليه، أما أن تتعرض إلى الحكام، إلى الرؤساء، إلى ما إلى ذلك، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. وبعض الناس يعني يتجرأ ويصنع أشياء دون الرجوع إلى كبار العلماء في تكفير، يكفر هو يا أخواننا، يبدأ التكفير بشيء يسير ويزيد 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 حتى يكفر كل من على وجه الأرض. دعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة إصلاحية، لابد نصلح المجتمع. ما الفائدة من التكفير والتفسيق؟ لابد تصلح لا تفسد. نعم، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني ما يبغي هؤلاء؟ يريد حكم الجاهلية، الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية التي مبناها على السفه والجهل والقبح. ومن أحسن، يعني لا أحد حكما أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى لقوم عندهم يقين صادق. نعم. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هم يكفرون بالرحمن، يكفرون بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وإلا فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. نعم.